أنا أقول للشباب أي فكرة تأتيكم لا ترفضوها أبداً، لأنها تخالف أفكاركم، بل اصبروا عليها، انظروا، تأملوا فيها. أي فكرة تأتيك خير أم شر أنت المستفيد. ليه؟ إذا كانت شر أنت بتفكر وبتثبت أنها شر، حفزت تفكيرك، وإذا كانت خير أنت تفكر وتثبت أنها خير. إذن على كل حالة من المستفيد؟ أنت المستفيد. يا سيدي اسمع، آلية طرح الفكرة هي المؤثرة. بمعنى أيمن، فرضا يا أيمن أنا عندي 10 مليار، أمين فرضا أنا عندي 10 مليون درهم، قول أمين يا رب. أقول لك أنا عندي رأس المال، وأنت يا أمين عقلية فذة في الاقتصاد والاستثمار، وأنا أريد أستفيد منك، أنت ذكي بس ما عندك رأس مال، أنا عندي رأس مال. أقول لك يا أمين أنا وسيم ألف وسيم باء، قبل وبعد، وسيم ألف وسيم باء. أتى وسيم ألف قال لك أمين أنا عندي 10 ملايين وأريد أستثمرك، وسيم باء قال يا أمين أنا عندي 10 ملايين وأريد أستغلك. مع ألف ليه؟ رغم نفس المعنى، أستثمرك أنا فعلا أستغلك، أستغل أفكارك. أصلا الاستثمار وش هو؟ استغلال شيء يحتاجه الناس. فنفس، لكن وش اللي خلاك مع ألف؟ الكلمة، لا طرح الفكرة، كلمة غيرت الفكرة، برمجتك كلمة واحدة غيرت الفكرة، رغم الثنتين نفس المعنى. شفتم كيف طرح التفكير؟ شوف إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ إبراهيم. لما جاءوا لإبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله إيه؟ كير. على فكرة إبراهيم عليه السلام غير نمط التفكير، بس وضعهم على سكة ثانية، لأنهم أرادوا جواب هي أنا فعلت وهذه أصنام تعبد لكن إبراهيم عليه السلام غير نمط تفكيرهم، بمعنى لا بل فعله كبيرهم، فوجههم لمسار آخر. اسألوا صح؟ تفضلوا اسألوهم كانوا ينطقون، واضحة؟ شوف أنت إبراهيم عليه السلام لهذا رجعوا إلى أنفسهم، يعني تأملوا ثم نكسوا على رؤوسهم. لا، إذن الآلية طرح عملية إيه؟ التفكير.